بالتزامن مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها محافظة السويداء للمطالبة برحيل الرئيس السوري ونظامه، اتخذت الحكومة السورية إجراءات مفاجئة في درعا في تطور غير مسبوق لقرارات النظام السوري. فما هي القصة؟ بعد عامين من نشر الحكومة السورية نقاط أمنية داخل درعا البلد ومحيطها على خلفية اتفاق التسوية الذي جرى في سبتمبر في عام 2021، قامت الحكومة السورية بتصرف مفاجئ اعتبره البعض تطوراً غير مسبوق للأحداث الحالية، حيث قامت الحكومة السورية بإخلاء الحواجز المتمركزة في أحياء درعا البلد. وحول ذلك القرار المفاجئ أوضح مصدر محلي في درعا البلد لموقع تلفزيون سوريا بأن قوات النظام السوري أخلت حاجزين ومفرزة أمنية في أحياء درعا البلد الخميس الماضي، إذ انسحبت من حاجز في حي العباسية ومنطقة البحار ومن مفرزة تتبع لفرع الأمن العسكري تقع في حي المنشية بدرعا البلد. وفي التاسع من سبتمبر الجاري كانت قوات النظام السوري انسحبت أيضا من حاجز مدرسة القنيطرة في حي طريق السد، كما أخلت حاجز الشلال الواقع على طريق الصوامع. وحول أسباب الانسحاب الغامضة التي يقوم بها النظام السوري في الحواجز الأمنية لم يعرف سبب واضح حتى الآن، لكن مصادر صرحت لموقع تلفزيون سوريا بأن النظام السوري يعمل منذ بداية الشهر الجاري على تقليص عدد الحواجز والنقاط الأمنية في عدد من المحافظات السورية. وربما تكون تلك الخطوات التي يقوم بها النظام السوري تعد تنازلات للدول العربية وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة التي نتجت عن اجتماع عمان التشاوري في مايو الماضي. فمكتب الأمن الوطني التابع للنظام أصدر قراراً بإزالة جميع الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي لا تتبع للأجهزة الأمنية من جميع الطرق الرئيسية في سوريا. كما شهدت الأيام القليلة الماضية قيام قوات النظام السوري بسحب العديد من حواجزها العسكرية الموجودة على أوتوستراد السلام بين ريفي دمشق والقنيطرة. وتأتي تلك الإجراءات الأخيرة بالانسحاب من الحواجز الأمنية في وقت تستمر فيه الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد وحكومته في محافظتي درعا وسويداء جنوبي البلاد للأسبوع الرابع على التوالي، بعد قرارات الحكومة السورية برفع الدعم عن المحروقات ما أدى لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير وترد بالأوضاع المعيشية والأمنية في البلاد.